بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكو. إن شاء الله بإذن الله هنتقابل مع بعض إن شاء الله على مدار الحلقات القادمة في برنامج جراحة الأعصاب والعمود الفقري. هنحاول بقدر الإمكان نشرح لكم يعني إيه التخصص بتاعنا وإمتى بنروح للدكتور اللي هو المسؤول عن أو المتخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. من الاسم كده، من اسم التخصص، إحنا عندنا المخ والأعصاب والعمود الفقري. طيب ايه الامراض اللي هي ممكن تيجي في المخ او الاعصاب او العمود الفقري، وممكن ساعتها نحتاج ان احنا نستشير حد من هذا التخصص. نمسك الاول المخ. المخ طبعا يعني احنا برضو ممكن ندي فكرة سريعة عنه، مش لازم نبتدي الامراض. المخ هو الـ يعني زي ما نقدر نقول كده، هو الـ المسيطر او المتحكم في الجسم، اللي هو الجزء من الجهاز العصبي المركزي. هو اللي بيسيطر على حركات الجسم والحركات الإرادية بتاعتنا، وبيسيطر على يعني بالضبط كده الحياة بتاعتنا، يعني النظر والبلع والحركة والإحساس وكل حاجة. عندنا بعد كده النخاع الشوكي، وده برضو جزء من الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي عندنا بيشمل جزئين، اللي هو المخ والنخاع الشوكي. النخاع الشوكي برضو هو نسيج مصمت، يعني ده يختلف عن الأعصاب في إن هو نسيج مصمت وليس أعصاب طرفية زي اللي موجودة في جسمنا بعد كده زي ما هنقول. وده اللي بيبقى مسؤول عن بالضبط كده كأنه ناقل من المخ لبقية الجسم، يعني بينزل فيه الأعصاب اللي جاية من المخ داخل العمود الفقري، تمام، وبعدين تبتدي توزع بقى في الإيه، في الأعصاب الطرفية اللي هو بنسميه يسمى بالجهاز العصبي الطرفي. الحقيقة المخ يعني هو زي ما قلنا المسيطر والماستر والكنترولينج بتاع الجسم كله. أشهر الأمراض اللي بتيجي طبعا في المخ، أو أشهر الشكاوى اللي بتيجي في المخ، مثلا زي الصداع. الصداع من الحاجات طبعا اللي هي تقريبا يعني 100% من الناس اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي مفيش حد مثلا ما اشتكاش في يوم من الايام ان هو جاله صداع. وطبعا الصداع هنناقشه ان شاء الله باسبابه المختلفه والمتعدده وطرق علاجها المتعدده، وان ازاي الصداع ده ممكن يبقى حاجه بسيطه جدا. يعني ممكن نبتدي من ان هو واحد مثلا متعود يشرب سجاير مثلا فما يشربش السيجاره بتاعته فبيبتدي يجيله صداع، او واحد مثلا جاله حاجه زي صداع عصبي شويه تنرفز اتعصب ممكن يجيله صداع، لغايه ما نوصل لاننا الصداع ده لا قدر الله ممكن يسببه مثلا وجود ورم في المخ او وجود حاجه في المخ، حاجه جامده او مرض لا قدر الله يعني في المخ. فهي القصه كلها بان احنا لازم بنبتدي نفرق ما بين الحاجه الخفيفه قوي دي انها تبقى حاجه خفيفه او تبقى لا قدر الله حاجه خطره. من الحاجات التانية، المشاكل التانية اللي ليها علاقة بالمخ، كل مشاكل الوجه، يعني بمعنى ايه، بمعنى النظر ممكن يبقى ليه علاقة بالمخ، الشم ممكن يبقى ليه علاقة بالمخ، البلع ممكن يبقى ليه علاقة بالمخ. يعني لو في مشاكل من المشاكل دي موجودة ممكن يبقى ليها علاقة بمشكلة موجودة في المخ. عندنا كمان الحاجات المشهورة قوي كمان والناس كتير عارفينها، اللي هو الصرع. المرض ده هو ناتج عن زيادة كهرباء في المخ، وعادة بتبقى ممكن نشوفها في الأطفال كتير في بعض الأحيان. في بعض الأحيان بتبقى ناتجة من وجود زي بؤرة بتطلع كهرباء زيادة، تمام، ودي بيبقى ليها طبعا علاجها تماما، علاج دوائي وتحفظي. وفي بعض الأحيان لا قدر الله بتبقى البؤرة دي ناتجة من وجود حاجة في المخ هي اللي بتخلي الكهرباء تطلع زيادة. مثلا لا قدر الله في بعض الأحيان بقى في وجود ورم في المخ مثلا، أو كيس في المخ، أو نزيف في المخ، أو جلطة في المخ. كل الحاجات دي ممكن تعمل تؤدي برضو إلى وجود كهرباء زائدة في المخ وتعمل نفس العرض اللي هو الصرع. وطبعا من ضمن الحاجات المشهوره برضو في المخ اللي برضو هنناقشها ان شاء الله ممكن نعمل ليها حلقه كامله، الاطفال بالذات بيبقى فيهم حاجه اسمها زياده في السائل النخاعي، وبنسميه استسقاء في المخ. ده بيبقى السائل اللي موجود، الوسائل النخاعيه اللي موجود في تجاويف المخ، في بعض الحين بيبقى نازل زياده شويه ونحتاج ان احنا نصرفه، لان هو بيضغط على المخ ويبتدي يعمل لنا مشاكل كبيره جدا، ويحتاج ان احنا نركب له حاجه اسمها شنطه، اللي هو صمام، يعني بنركب صمام يصرف الميه الزياده دي من المخ لمثلا البطن او للقلب او في حاجات معينه ثانيه. دي تقريبا ده اللي هو يمكن نقدر نقول ان هو ده ملخص للمشاكل اللي احنا نتكلم عنها في المخ. نيجي نتكلم على حاجه مهمه قوي اللي هي يمكن هيبقى برضو عليها تركيز كبير جدا في البرنامج بتاعنا، اللي هي العمود الفقري. طبعا العمود الفقري برضو زي ما قلنا بالظبط كده في المخ، ان ما فيش حد ما اشتكاش من صداع. ما اعتقدش برضو ان ما فيش حد مننا ما اشتكاش من الم في ظهره او في رقبته.
والالم في الظهر او في الرقبه في معظم الاحيان بيبقى ناتج او ليه علاقه بالعمود الفقري. الحقيقه برضو عايزين نطمن الناس ان هو المشاكل معظمها بيبقى جاي من العضلات، مشاكل الظهر او اسفل الظهر عموما حتى، او حتى مشاكل الرقبه بتبقى جايه من العضلات، تقلص شد في عضله، شويه برد مثلا، او شويه تكييف زايد او مروحه، او بيبتدي يعمل زي تقلص في العضلات ويبتدي يعمل شد في العضلات والعضلات دي بتبتدي تعمل الالم. انما في احيان تانية كتير برضو الالم ده بيبقى ناتج من وجود مثلا لا قدر الله ضغط على العصب، وجود مثلا غضروف، في بعض الاحيان الخشونه، ضيق القناه العصبيه، ساعات بيبقى في كسور في العمود الفقري، سواء كسور لها علاقه بالحوادث او مثلا لا قدر الله الاورام، او كسور بتبقى ناتجه من مثلا الهشاشه او حاجه عامله تاكل او التهاب جامد في الفقرات. كل الحاجات دي تعمل الام في اسفل الظهر طبعا، او تعمل الام في الظهر عموما يعني. في عندنا كمان حاجه اسمها التزحلق الفقاري اللي هو طبعا بنحتاج ان احنا نثبت فيه الفقرات. فكل المشاكل دي ان شاء الله هنناقشها بالتفصيل، ان احنا لما يجي وجع في ظهرنا نعرف ازاي ان الوجع ده مثلا ممكن يبقى ليه علاقه بحاجه مرضيه محتاجه مثلا جراحه او مش محتاجه جراحه، محتاجه راحه او مش محتاجه راحه، محتاجه حزام او مش محتاجه حزام، او محتاجه رقبه او مش محتاجه رقبه. كل الكلام ده هنقوله بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات القادمه. طبعا العمود الفقري هننزل منه على طول للاعصاب الطرفيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو زي ما قلنا بالظبط النخاع الشوكي ماشي جوه العمود الفقري، وبالتالي انت احنا لما بيخلص النخاع الشوكي بتنزل الاعصاب من النخاع الشوكي من خلال العمود الفقري على سواء الايدين او الرجلين او حتى من الفقرات الصدريه على البطن او الصدر. العصابة الطرفية يمكن من أشهر المشاكل اللي موجودة عندنا واللي ناس كتير قوي يعني عارفاها ومتعارف عليها بينا جدا، اللي هو ما يسمى بعرق النساء، تمام، اللي هو احنا بنسميه عندنا طبيا طبعا العصب الفخذي او العصب الوركي، تمام. ألام عرق النساء دي طبعا برضو من الحاجات المشهورة جدا، واللي يعني برضو بتلاقي ناس كتير جدا انقطاع كبير جدا من المرضى ومن الناس بيشتكوا دايما بألم، او في بعض الاحيان بان الم بيجي في رجلهم. وعاده الالم اللي بيجي في عرق النساء اللي هو بنسميه السياتيكا او الالم العصب الوركي بيبقى ناتج، ممكن يبقى ناتج ساعتها من غضروف او خشونه او ضغط على العصب بطريقه او باخرى. طبعا ممكن يستتبعوا معاه تنميل او الم او ضعف او مشاكل تانية بتبقى موجوده، نبتدي منها نوصل لتشخيصنا او نوصل للمشكله لاساس المشكله اللي موجوده، مع كمان الالتهاب اللي موجود في عرق النساء. لا، في كمان مشاكل تانية عندنا موجوده، يعني عندنا مثلا التهاب الاعصاب الطرفيه، وده من ضمن الحاجات المشهوره قوي مثلا في مرضى السكر، ان هو يبقى عنده التهاب في ايديه ورجليه ويحس ان هو زي ما يكون لابس شراب او لابس مثلا جوانتي في ايده، وايديه منمله جدا مش حاسس بيها، ما يحسش بالشبشب وهو ماشي بيتخلع من رجله. الحاجات دي كلها من المشاكل الشهيره جدا اللي موجوده في مرضى السكر واللي بتعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه. من ضمن المشاكل برضو اللي موجوده في الاعصاب الطرفيه بتاعتنا ان هو يبقى عندنا ما يسمى بانسداد العصب. احنا الناس بتسميه انسداد العصب، واحنا الاسم الطبي بتاعه بنسميه ده النفق الرزغي اللي هو في المعصم يعني او في الرزغ. ان هو في بعض الاحيان بيبتدي في رباط عندنا قافل النفق ده، بيبتدي هذا الرباط يتضخم ويضغط على العصب الاوسط بتاع الايد، يبتدي يعمل لي مشاكل زي تنميل في الايد والم، تمام. والضغط ده لما بيزيد بيبقى حقيقة في بعض الاحيان غير محتمل، بيجي اكتر في السيدات طبعا، ودايما بيحس بيه بالليل اكتر، وبيحس في بعض الاحيان بيحتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها تسليك، يعني حتى الناس بتسميه الاسم الدارج، قالوا لي عايزين تسليك، وساعات بيقولوا على التسليك في الشرايين والاورده وكلام من ده. طبعا هو ملوش علاقه بالشرايين والاورده، هو طبعا في الاساس هو تسليك عصب، يعني هو العصب هو اللي بيبقى مضغوط وهو اللي عامل المشكله، وبنحتاج ان احنا نسلكه، ان احنا بنقص هذا الرباط ونشيل الضغط اللي موجود على العصب، ونبتدي الدنيا لما العصب بيتحرر ومبقاش في عليه ضغط تبتدي الدنيا تتحسن. نفس المشكله بتبقى موجوده كمان في الكعب، يعني بنسميه ده النفق الكعبي، يعني جنب الكعب كده او فوق الكعب بيبقى فيه برضه رباط وبرضه عصب وبرضه بينضغط هذا العصب، وبرضه ممكن يعمل نفس المشاكل بدل ما هي موجوده فوق في الايد ممكن تبقى موجوده في القدم. الحقيقة طبعا الكلام ده كله ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل في حلقاتنا القادمة. برضو هنشوف في الحلقات القادمة ان ازاي الحمد لله دلوقتي العلم
متقدم جدا العلم الحديث دلوقتي، الدنيا بتجري زي ما بيقولوا، وان احنا دلوقتي في طرق مختلفه ومتعدده ان احنا نبتدي نعالج هذا الكلام، سواء تحفظيا او سواء جراحيا. يعني الجراحه مثلا من ضمن الحاجات اللي اتقدمت جدا عندنا في جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بيحصل فيها تقدم، يعني مش عايزين نقول يوم عن التاني، كل يوم الدنيا بتتغير والدنيا بتمشي لقدام، ودايما بتبقى الجراحات الحديثه او الحاجات اللي موجوده، الحاجات الحديثه دي كلها طبعا بيبقى الاساس منها او الغرض منها الاساسي ان هو يعني ان احنا نعمل المطلوب باقل التدخلات وفي اقل وقت، بحيث ان هو يسمح للمريض ان هو يبقى في صحه جيده جدا 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 باقل كوست صحي، يعني باقل التكلفه الصحيه. تمام، يعني مثلا حاجه زي مثلا الغضاريف بعد ما كنا مثلا بنعملها بالجراحه العاديه، لا دلوقتي بالميكروسكوب، ممكن بالمنظار، في حاجات دلوقتي بحاجه بالمنظار كده، حاجه زي الشفط كده بنعملها برضو، هنشوفها ان شاء الله في حلقاتنا. في عندنا مثلا اورام المخ من ضمن الحاجات دلوقتي اللي بنشتغل بيها حاجه اسمها الملاح الجراحي، يعني بدال ما احنا بنعمل مثلا زمان لما كنا بنشيل الورم ونعمل فتحه كبيره قوي ونبتدي نشتغل، وساعات في بعض الاحيان بتبقى نشتغل مثلا جنب مناطق حساسه مثلا زي منطقه الحركه او حاجه، ولا قدر الله يحصل شلل او حاجه، لا دلوقتي بواسطه هذا الملاح الجراحي ممكن نشتغل واحنا عارفين احنا شغالين فين، وبنشوف على شاشه قدامنا ازاي بنشيل الورم وازاي الدنيا، لا في الحته دي هنوقف، لا هنشيل هنا. او في بعض الاحيان مثلا بنحب ناخد عينه بناخدها برده بالملاح الجراحي من خلال فتحه صغيره جدا جدا جدا، بدل ما كنا بنفتح فتحه كبيره، لا بنخش بابره صغيره قوي كده من خلال المخ بهذا الملاح الجراحي وناخد العينه بسهوله ويسر، ولا كان يعني حصل حاجه. بنفس الفكره زي ما احنا بنعمل اورام المخ، عندنا حاجات برضو من ضمن الحاجات اللي تقدمت جدا اللي هي اورام الغده النخاميه، وبرضو دي هنعمل لها حلقه ان شاء الله لوحدها. اورام الغده النخاميه دلوقتي بنعملها من خلال الانف بالمنظار، يعني ما بنفتحش المخ خالص، يعني ممكن يبقى المريض عنده ورم في الغده النخاميه وهذا الورم يتشال، طبعا الغده النخاميه دي موجوده في مخ، موجوده في قاع الجمجمه، وهذا الورم يتشال من غير ما نفتح الجمجمه تماما، بنعمله من خلال الانف والمنظار كمان، يعني مش خلال الانف فتحه عاديه، لا احنا بندخل منظار من خلال الانف ونبتدي نوصل لمكان الورم ده من تحت الجمجمه او من تحت المخ، ويتشال هذا الورم والمريض يعني كانه ما عملش عمليه خالص، ولا فتح المخ خالص ولا اتفتحت الجمجمه بتاعته، والورم يتشال والمريض ان شاء الله يبقى زي الفل وتمام التمام. كل ده ان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض في حلقاتنا القادمه ان شاء الله في نفس الميعاد، انتظرونا كل يوم مع جراحه الاعصاب والعمود الفقري. شكرا جزيلا. شركة الشريف للإنتاج الإعلامي تقدم أفضل الاستديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات وحدات تصوير خارجية، متخصصون في إنتاج البرامج التلفزيونية وكافة أعمال الجرافيك والمونتاج، تسويق البرامج والإعلانات على كبرى القنوات الفضائية. للتواصل شركة الشريف للإنتاج الإعلامي، اختيارات بلا حدود.